طابت أوقاتكم مشاهدي الكرام، أهلا بكم في صوت اليمن. ألزمت ميليشيا الحوثي جميع مؤسسات الدولة والمدارس العامة والأهلية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات بإحياء فعالياتها السياسية، لكن تحت اسم المولد النبوي. وبالمقابل فرضت إتاوات وجبايات تعسفية على ملاك المحلات التجارية تحت ذريعة الاحتفال، ومن لم يفعل فهو بالتأكيد يكره النبي. يعني ما تفعله ميليشيا الحوثي واستمرار لحالة الجباية المنظمة التي تمارسها على الجميع منذ أن ظهرت على الصورة في العام 2014 وقبل ذلك كانت تمارسها في كهوف مرة قبل العام 2000. كانت تأخذ الزكوات وكل الجبايات في مناطق مران وحيدان وصعدة. شنت الميليشيا حملة واسعة ضد أصحاب المحلات التجارية والصيدلات والمشافي، وأجبرتهم على دفع مبالغ مالية سعيا منها لابتزازهم تحت الشعارات الدينية. هذه المناسبة فرصة جديدة لنهب وابتزاز أموال الناس التي تتفنن فيها هذه الميليشيا، حيث لا يترك الحوثي فرصة لاستغلال الناس إلا ويفعلها تحت هذه الشعارات المضللة باسم الدين. معالم صنعاء وهي يعني أصبحت اليوم تقريبا لون أخضر، كلها اختفت الآن، كلها مصبوغة لون أخضر وخرق خضراء. طبعا ضمن الأهداف العامة لهذه الفعاليات هو إثراء قادة الميليشيا من التبرعات أو بالأحرى الإتاوات، لأن التبرعات تكون طوعية لكن الإتاوات تكون جبرية. تجدوا يعني يجيب له سند، خلاص الرسول قال تتبرع فلازم تتبرع. أحيانا المواطن لا يجد مفر، لأنه لو ما دفعهاش حيلاقيها مثلا جابوها له ضرائب، جابوها له واجبات بلدية، مش عارف ايش، نظافة إلى آخره يعني. فغير أنه ممكن يستخدموا معه العنف أحيانا، وتعرفوا هذه الميليشيا مجموعة من حثالة المجتمع هم من يديرون هذه العمليات. الحقيقة أنها ليست هذه المناسبة وحسب التي يستغلها الحوثي، بل هناك عشرات المناسبات الطائفية المفتعلة التي يعني بعضها مناسبات عامة ونحتفل بها جميعا لكن كل واحد بطريقته، لكن هي تحولت إلى مناسبات سياسية، مناسبات لابتزاز الأموال. تحرص الميليشيا على إحيائها وزيادتها وعلى مدار السنة لتستغلها ستارا تتربح منه الأموال من شعب يتضور جوعا، من بينها عيد الغدير وعاشوراء ويوم مقتل الإمام علي ورأس السنة الهجرية والإسراء والمعراج والشعبانية وجمعة رجب ومولد الحسين وموت الحسين والإمام زين العابدين وزيد بن الحسين إلى آخر ذلك، يعني وزينب وفاطمة، يعني كل يوم في مناسبة، كل يوم في فلوس. الاحتفال بتلك المناسبات يعد أولوية إذن بالنسبة لهذه الميليشيا، إن كان على يعني حتى وإن كان على حساب المواطن الذي يعيش ظروف في ربما بحسب تقارير أممية هي الأصعب على وجه الأرض، لكن من يرحم هذا المواطن؟ لا أحد. وهي فوق ذلك تستغل هذه المناسبات لجمع تبرعات المالية الضخمة من التجار ورجال الأعمال. أيضا هؤلاء لابد أن يكون في مبالغ مقطوعة، 700 مليون، 500 مليون، طبعا أرقام فلكية ما كانوا يدفعوها ضرائب من قبل، لكن الآن يدفعوها إتاوات علشان النبي ما يزعلش، هكذا الحوثيين يقولون يعني. فمع كل مناسبات تنشط مؤسسة الحوثيين في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتها في جمع التبرعات، وتحصد من المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص وأيضا التجار والأهالي ملايين، بل مئات الملايين، بل تصل إلى مليارات. وتحث المواطنين عبر منشورات ورقية على شراء قماش أبيض وأخضر وخياطتها كقصاصات مترابطة ونشرها بالقرب من المنازل وفي مداخل الحارات عشان يعني يدخلوا الإسلام يعني. يوزعوا أيضا بالمناسبة يعني النبي حقهم حسين الحوثي والنبي عبد الملك الحوثي وكبار الخميني، يعني ما يمنعش، هو حسن نصر الله برضو، هؤلاء أنبياء بالنسبة لهم، يعني ليسوا مجرد يعني زعماء عصابات.
طبعا هذا إضافة إلى شعارات تتم استخدامها بشكل متفاوت، يتم يعني إجبار الأهالي على التبرع بها للجان المكلفة بتنظيم الاحتفالات وفائض الأموال طبعا لقيادة الميليشيا لأنهم تعبوا فعلا. هذا طبعا جزء مما يحصل في هذه المناسبات. موضوع له أكثر من شق، في جانب سياسي في الموضوع، في جانب اقتصادي، وفي جانب قانوني. سنناقش اليوم هذا الموضوع باستفاضة مع ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور جلال الأغبري الأكاديمي وشخصية الحقوقية المعروفة. أهلا وسهلا بك دكتور جلال. أهلا وسهلا. نبدأ النقاش ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم مجددا مشاهدي الكرام، ورحب بك إذن دكتور جلال، والحديث عن هذه المناسبات الكثيرة والمتعددة يفتح المجال والسؤال أو أسئلة كثيرة حول مدى قانونية هذه الإتاوات. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد الرسول الكريم. وبعد، نقول أنه الأصل في القانون أنه لا تحصيل إلا بقانون، يعني لا 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 جريمة إلا بنص، وبالتالي في الجانب المادي لا تحصيل إلا بنص. مادة 13 من الدستور. نعم. فحتى في الشريعة، إنه مثلا لو أخذنا الزكاة فيها نص، ونص واضح إنما الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والحديث. فإذا لم يكن هناك نص وتشريع يضمن لهذا النص يعني صيرورته فإنه باطل، وما بني على باطل فهو باطل. فأي تحصيل مادي أو معنوي خارج أطار القانون وخارج أطار الشرع وخارج أطار التشريع بشكل عام فهو باطل. يعني لما نقول زكاة، زكاة مشرعة واضحة، منافذها واضحة، وتصرف كيف ووين تروح وكيف تدخل وكيف إجراءات تحصيلها. لما نقول واجبات هكذا، واجبات زكوية، جمارك، ضرائب، إلخ، فهذه محصنة بنصوص قانونية ويكفلها الدستور ويكفلها علم الجمهورية مثلا. يعني كل بلد له صيرورته في صياغة قوانينه الذي تضمن له، تبدأ بالدستور اللي هو روح القوانين ومن ثم وفي الأخير روح القانون، حتى لو طبق عليها روح القانون فهي إجراءات شكلية، يعني الشكل والمضمون. أنا قد أقبل منك الشكل ولكن لا أطبق هذا الإجراء الذي يتخذ اليوم في صنعاء، غير مقبول لا شكلا ولا مضمونا، يعني لا في الشكل ولا في المضمون. يعني أولا بداية وجود الميليشيا هذا هو واقع يعني واقع خاطئ، يعني طبعاً وضع خاطئ، طبعاً وضع خاطئ، وضع خاطئ. لكن إذا ما أخذنا بأي نظرية السلطة الفعلية أو الموظف الفعلي أمر الواقع أو الأمر الواقع، أي حتى في القانون في الموظف الفعلي أو شيء من هذا القبيل. نعم نعم. لكن تتعامل مع سلطة أمر واقع، هذه الهيئة أو العصابة أو الجماعة تتخذ شكل الدولة عندما تذهب للتحصيل. التحصيل، لكن عندما يأتي وقت الواجبات ما فيش راتب، ما فيش راتب، اذهبوا إلى البنك المركزي في عدن. عليكم واجبات مضاعفة، وليس لكم حقوق مضاعفة، وليس لكم حقوق. هو المبدأ المقلوب. عموما يا سيدي، نقول إنه هذا أمر يعني في غاية الخطورة وفي غاية يعني التعاسة. المواطن اليمني أصبح على كف القدر. تقارير الأمم المتحدة، تقارير المنظمات الدولية، احنا في واقع الحال ايضا لا يحكي. بعدنا الا يمكن حتى الصومال، مش بعدنا يعني، احنا قبل الصومال قدر احنا على ما نشوفه. فالحمد لله انه المواطن اليمني متماسك، ورغم ذلك يعني نحن نعيب عليه ما الخنوع والخضوع لامثال هؤلاء الجهلة، لان هذا جهل اللي بيحصل كله جهل. اولا لو أتينا إلى، وهذا سنسأل فيه أصحاب الشأن، حكاية الاحتفال بالمولد النبوي متى بدأت، وقصة الاحتفال بالمولد النبوي، ما حدش كان يحتفل بالمولد النبوي 200 سنة.
من عمر الى لا لا احتفال كان يتم الاحتفال به لكن مش احتفال بشكل يعني مختلف ليس بهذا الشكل. أيوة يعني قراءة باتباع القرآن بالتفاعل بسيرة النبي بالتبرك بسيرة النبي وليس الجباية لان تعمل علامة خضر. من اين جبنا العلامة الاخضر والابيض؟ من ايران. اذا العملية يعني فارسية بحتة. العالم الإيراني هو يحوي يعني يحوي الألوان الهادي الرسي الأخضر هو والأبيض والكلام الفاضي كله الألوان الصرخة وألوان الشعر. نعم عندما ركننا إلى 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 يعني خميني. الزنادقة ومن يحملون الفكر الإسرائيليات وال 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 وال, وال طيب. تولى علينا جهلتنا. الأرقام تتحدث عن 65 مليار ريال رصدت لهذه لهذا الاحتفال الذي يقول عنها أحد قيادات الميليشيا أنه سيكون الأضخم على مستوى الشرق الأوسط. القضية وما فيها إنها مقاولة. هم يبحثون عن رؤوس من الجماعة المشرفين هذول ما يسموه ما يطلق عليهم المشرفين ويجيبوا كل واحد كم يقدر يدي. أنت كم عتشيل يعني كم بتحمل يعني مليار قادر تدي مليار قادر زي المناقصة. فهي مناقصات كلهم في موطنه وكلهم في مسقط رأسه وكلهم في المكان الذي يعد فيه عنتر بن شداد. يعني قادر انه يجيب انت قادر تدي مليار يلا كيف ورينا. فهي جباية بأسلوب السرقة يعني اما واما اما اوديك الجبهة واما تدفع والتاجر اما اخرب لك واسرقك وذا. يعني مثلا مثلا لو ضربت لك مثلا اليوم الساعة 5 يعني كان في صنعاء ما بيش ديزل ولا بترول بينما احواش فلان وعلان وذكرهم عضو مجلس النواب واضح منهم فيهم يمكن شفتوه في النشره وكذا وكذا قال لهم في حوش فلان وحوش فلان وحوش فلان وحوش فلان وفلان 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 دفعوا كذا يا مدير النفط يا مدير كذا يا مدير كذا من هذه القضايا. يعني الديزل موجود والبترول موجود وهم بي يعني قد الضاحية الجنوبية متخمة ريالات وريالات من حقنا يعني قد حتى ما عاد يهربوش الدولار يهربوا الريال. فهذه قضية ما فيها قضية ماذا سيستفيدون من تهريب العملة اليوم؟ الله مشان يبقى الريال ب600 ريال الدولار ب600 ريال لأن لو عادت العملة إلى الداخل بينزل الريال يعني عملية عرض وطلب يعني ينزل الدولار بينزل الدولار إلى جانب أشياء أخرى هي اللي تنزل الدولار وتطلعه. يعني مثلا بيقال انه الوديعة هذه الذي بتفعلها السعودية ممكن تنزل ولكن قد سبقها ودينا خبراء وجبنا ومعياد وجبنا غيره وجبنا غيره الحبة ما تخيس الا من داخلها. ففي مشكلة يعني في مشكلة. نتمنى ان يعني تصير الامور تسير بشكل صحيح ونخلص من هذا الجهل. نعطي توصيات انتم خبرة طويلة في المجال القانوني نعطي نصائح يعني البلد يستحق منا نصيحة صادقة. حتى لو أعطيت نصيحة أنا لو نصحت التاجر لا تدفعش حي يعني ما فيش وجه حق للدفع فأنت بتقاوله مقاولة. أنت بتقول له الآن يا بياض يا أسود يا الدفع يا أمرمط بكرامتك الأرض. يعني يوم أقول لك هات ابنك يوم أقول لك بند يوم أقول لك السكر بينه ماء يوم اقول لك الملح فيها مش عارف ايش اي بضاعه بتتاجر فيها انت تحت رحمتي. واحد جاهل لابس جوجره وزنه وطالع له نازل له والبندق فوقه المساله بندق يعني كل ما يعنيها الميليشيا هذه كلمه بندق وهذا الذي استغربناه بعد 50 سنه ثوره وبنطال رجعنا نلبس الجوجره والبندق وناكل ونشرب ونبول ونعمل كل حاجه لا فوقها. يعني شكله لما تشوف هذا الذي يجي يمرمط بالتاجر الارض تاجر مثل السنيدر ولا الكابوس ولا مدري من ولا هايل سعيد ولا يعني ناس شخصيات محترمه يجي له واحد مشرف ما يسويش 4 ريال هات ولا يسكر الباب وباسلوب وهمجيه يعني الى ابعد حدود الهمجيه. فداروا السفهاء بنصب اموالكم هكذا هو يعني الله يعين الشعب اليمني واصحاب صنعاء وما يحيط بصنعاء ودمار بالذات دمار وبئس القرار هذه دمار هذه كانوا يقولوا دماري بصنعانيين اليوم صنع صعدي بخمسة من دمار. فالمسألة واضحة يعني انت شفت آخرها يعني شفت آخرها انهم جامعين 100 مخفي قسريا في عمارة وجت الطائرة ضربتهم وانا 100 جثة 100 أم ثكلى 100 بيت فيها 100 شهيد 100 جثة أخرجهم بين الأنقاض من سببها ومعدت ومرت مرار الكرام. يعني هذه تسقط حكومات وتقويم حكومات ولكن عندنا حدث ولا حرج.
حدث ولا حرج. وفي النهاية يقول لك الحوثي منتصر. وهذه نضع تحتها خمسة خطوط. يعني خلينا في ناخذ الامور واحده واحده. مثلا مساله الضرائب التي يتم تحصيلها الان، يعني فضلا عن الرسوم التي تحدثنا عنها اليوم، الضرائب على كل شيء. انشئت هيئات بدون قانون، اصبح في مصارف، اصبح في حسابات كثيره جدا للهيئات وللمؤسسات الحكوميه، حسابات في بنوك خاصة. نعم. ما وضع هذا كله قانونا؟ هذا كله طبعا لا يصح ولا يجوز. تشملها نفس الفقرة. يعني لا يصح ولا يجوز كله. يعني أنت عندما تريد أن تعمل قانون يجب أن تعمل الصيغة للقانون وتقدمه لمجلس النواب، ومجلس النواب يوافق عليه ويأخذ ويرد وأخذ رد فيه، ويشوفوا أصحاب الشأن وكذا وكذا وكذا، والتداول يتداول. أي قانون يجب أن يأخذ حقه في الصياغة وفي الإقرار، ثم في التنفيذ التجريبي، ثم في التنفيذ الفعلي. فلما تقول لي أجينا في ضرائب جديدة، ما يجوز. أنت لا يجوز، لأنه ميزان الدولة، وزارة المالية الآن مغيبة، وزارة المالية وحسابات الحكومة وحسابات الدولة مغيبة، لأنه يقول لك البنك المركزي في عدن، تشتي معاش من عدن تدفع، هات عندي وعنده، يعني في البنك احنا بس نستلم، بس هو هم يستلموا، هم إيراد فقط، هم جهة إيرادية، لكن جهة صرف ما بيش تدخلي وبعدين اخرجي، يعني التزام وحق ما فيش، لا هذا هات ما بيش خذ، وهذا الواضح. طيب نذهب إلى فاصل قصير دكتور جلال، ومن ثم نعود لمواصلة هذا النقاش، كونوا معنا. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. اذا موضوع الجمارك واحد من المواضيع التي اسهمت في زياده معاناه المواطن، يعني في الوقت الذي نحن نحتاج الى اجراءات تخفف عن المواطن صعوبه الوضع. نحن ندرك انه في صعوبه بسبب انحسار حركه الاقتصاد وحركه البضائع لأسباب الحرب وأمور كثيرة، يعني كلنا ندركها، لكن أنه تصبح أيضا الجمارك مضاعفة، فهذا أيضا حمل كبير على المواطن. يعني برأيك، يعني عندما تدعي مثل هذه البليشيا أنها تخاف على المواطن وأنها تعمل من أجل المواطن، في حين أنها كل عملية السوق السوداء اليوم التي أوجدتها في كل شارع تضيف أعباء على المواطن، الجمارك المضاعفة، يعني كيف نفهم هذا السلوك؟ شوف يا عزيزي، أنا أقول والله العظيم أن المواطن اليمني أنا أسميها المواطن البطل، يعني طاقة في الاحتمال، يعني ما كناش نتوقع أن المواطن اليمني يتحمل كل هذا التحمل وهو صابر. يعني خمس سنوات، قربنا على خمس سنوات، ومن حفرة لدحديرة، من 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 يعني تكتيك لا تكتيك على المواطن من أجل ابتزازه. يعني سواء في الجمارك، التاجر يدفع جمارك في الميناء ويدفع أرضية ويدفع حق الطريق ويدفع لما يدخل ذمار جمارك ثاني، ولما يشتي ينقل حملة من ذمار إلى آنس يدفع. فعملية يعني كل يعني الميليشيات عاملة كل منطقة احتكار. يعني في مشرف من عنس إلى يسلح، هذا حقه لازم تدفعه، قطاع، يعني قطاع، فالقطاع لازم تدفع، تعدي تدفع. فهنا تراكمت هذا، وكله في النهاية والتاجر حيعمل إيه؟ مجبرا أخاك لا بطل، حيضيفها على السلعة، والسلعة الدجاجة الذي كانت ب300 صارت ب3000، حتى اللحمة، الكيلو اللحمة قد ب6000. يعني كيف ما عاد يأكلش المواطن اليمني لحمة إلا من رحم ربي. ولكن نقول يا أخي أليس كفاية؟ الناس دي ما بتفكرش. هل الناس دي يعني إلى متى؟ إلى متى؟ طبعا هم راكبهم الغرور الآن، وأنهم منتصرين، وأنهم دقوا السعودية ودقوا التحالف، والعالم كله يعني في جيبهم، أمريكا قد تتفاوض معاهم. فالمسألة أنه يعني ركبهم الغرور، مثل حسن نصر الله، لما قلت يعني حسن نصر الله ركبه الغرور وقال لا 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 آت الثلاث، ورجع اليوم يقول لا يعني. فأحيانا خذوهم بالصوت ليغلبوكم، يعني أو
لكن أنا أتوقع أنه المواطن اليمني لابد أن يعود إلى رشده ويقول. هل تعتقد أنه الشعب سيصمد كثيرا أمام هذا الجبال؟ لا أظن، لأنه خلاص بلغ السيل الزباء. لا أظن. يعني مثلا أنا لو ضربت لك مثل في تعز، في ناس كثير في تعز يقول لك الحصار حق تعز وحصار محاصرين تعز ليش؟ يا سيدي في مصنع سجاير في تعز يدفع أكثر من 3 مليار في الشهر ضرائب على السجاير، فهم مخلين الحوبان هذه مفروضة عن تعز عشان الضرائب الذي تطلع من المصانع هذه حقية المحافظة عليها وكذا. يعني بيتها سعيد يدفعوا، أنت عشان مصنعك ما ينضربش زي أخوان ثابت زي غيره زي غيره تدفع، ما تشتيش بيتك ينضرب ادفع، ما تشتيش ابنك ينضرب ادفع، كله بحسابه، كله يعني كيش هبله كله هبله هبله يبطل عليك، ما تهبلوش تدخل فيه رصاصة في البيت رصاصة. أنا في بيتي 3 جلان من 3 بوالد هكذا مليان رصاص من هذيك اللي أبو 20 ولا مش عارف هذاك الكاتيوشا ولا إيش منه. فما أقول لك يعني كل واحد يعني يأخذ حظه من الحب، وهو ما الحب عندهم كثير لأنه جهل. هؤلاء لموا الطبقة الجاهلة. يعني الآن تعرف يعني كم الأطفال المسربين من المدارس، كم نسبة الجهل رجعت وراء. يعني إحنا كنا فين، كم رقمنا كان في 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 الأمم المتحدة في الفقر، وكم رجعنا 30 درجة 30 رقم 30 رقم. يعني ماذا قلنا 3 يعني 103 رجعنا دحين 200 وحاجة. ف 30 مرتبة حاجة 30 مرتبة حاجة مخيفة. والآن 90 مرتبة، الآن قد هي أكثر من 100 مرتبة اللي رجعناها وراء. يعني زي الفيفا لما تقول على الفرق تصنيف نوعية الكلاسيفيكيشن يسمونه بالإنجليزي كلاسيفيكيشن تصنيف. إحنا كنا يعني برقم محترم وبعدين رجعنا إلى رقم نزلنا 30 درجة وبعدين 130 درجة. فنحن الآن بالمئتين. يعني إذا كان عدد دول العالم 204 دولة أو 214 دولة، فنحن من 14 الأخيرات. طيب الحوثي معروف أنه لا ينفق ريال إلا إذا كان سيحصل أضعافه. أكيد. طيب لما يصرف عندما هو طبعا بيتكلم أنهم رصدوا 65 مليار للاحتفالات بالمولد النبوي، يعني ما الذي وما هي النتائج الذي سيجنيها من وراء هذا؟ يعني ما هي النتائج عندما تعلق في صنعاء من باب اليمن إلى الصافية شريط أخضر هكذا بتدخل الجنة؟ لا علاقة. طيب. لا علاقة لرسول الله بما يحصل ولا علاقة للدين الإسلامي بما يحصل. والعملية مش خضارة، هي مش مخضرية. يعني هذه مخضرية اللي بتحصل. يعني الدين يسر وليس عسر. يعني ولا 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 شفنا هذه المظاهر في حياتنا. إذا كان في الأضحية لا يشترط، حتى لا يشترط، يعني إذا اللي ما عندوش ما عندوش. هذا كلام يعني واضح إنه يعني قلنا إنه الدين يسر وقدها سنة قائمة. لا يشترط الذبح، لا يشترط يعني حاجة اللي ما عنده ما عنده. وهذا يفرض على الناس. الدين يسر وليس عسر. والدين انك تجي باسم الدين يعني في الصلاه، في الصلاه اذا ما فيش ما تيمم. طبعا طبعا. في الزكاه الاقربون اولى بالمعروف. طبعا واضحه ولها مخارج. الحج من استطاع اليه سبيلا. يعني الدين يسر وليس عسر. وانت كل العمليه هذه اللي انت بتكلمني فيها الان هي مسألة اعطيني وكالة لأحكمك أنا بن رسول الله. من اللي قال أنك يعني كيف نفهم أنه من اللي قال أنك لما حد يقول لك بيحتفل بالمولد النبوي يطلع لك صورة عبد الملك الحوثي وأنا هذا عبد الملك الحوثي هذا بن خالة الرسول ولا بن جده ولا إيش قارب له وكيله يا أخي. ما الإيحاءات اللي يريدوا إيصالها للناس؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجة. هذا الجهل الذي قبلوا ان واحد زي عبد الملك الحوثي يحكمهم يستاهلوا. فانا بقول يعني هذا الجمل وهذا الجمال. يعني هو ايش يتجمل يا زعم مع الرسول بس يطلع صورته هو؟ يعني لا، هو ايش يتجمل مع حسن نصر الله ويتجمل مع ايات الله خميني وعلى حساب الناس. على حساب طيب الناس. صرف صرف من مالك. ليش وقت المرتبات ما فيش جمال؟ بس قالوا بيصرفوا نص راتب. يعني يمكن يصرفوا نص راتب هكذا. يعني بيحركوا البنك المركزي اللي في صنعاء. يا اخي حسابات البنك طيب في هيئات مراقبه الفساد وفي هيئات يعني الجهاز المركزي للرقابه المحاسبه، هذا عاد موجود في صنعاء ولا قد الغوه؟ هذا موجود. طيب موجود المبنى. يعني المبنى موجود.
زي مبنى وزارة النفط يعني موجود المبنى، لكن عموما وضعوا له كما يعني شخص من زبانية الحوثي، كما وضعوا في وزارة الصحة إمام جامع أو خطيب جامع، وضعوا هناك أحد زبانيتهم طبعا. طبعا اليوم لما تشوف يعني ما سيترتب حتى بعد لو حلت لو عرف شعب طب اليوم لو حلت القضية، سترى أنهم يعني تركوا أثر، جرفوا القيم الأخلاق المبادئ الدين. هل هذا دين؟ هذا ليس دين. يقول لك الغدير، غدير إيه يا عم؟ يوم الغدير، يوم ما الرسول كان راجع من مكة وبعدين قال لعلي أنا آسف أنا ما قلتش، أنا قلت الكلام الفاضي ده. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيعتذر لعلي بعد أن قال اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لقد تركت فيكم ما لو تمسكتم به بعدي لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. خلص الكلام. هم يقولوا سنتي وعترتي وآل بيتي ونسوان أخوتي وأعيال بني عمي، هذا كله كلام جاي من إيران، هذا كله بالإسرائيليات، هذا الكلام كله كتب صفراء ظهرت في تاريخ الإسلام الذي كان فيه عصر الدويلات، يعني عندما تغرب الدولة العباسية، عندما تضعف كذا كذا كذا، كانوا يظهروا أصحاب الكلام وأخوان الصفا والمؤتفكة والمتلككة يعني كل هؤلاء الذين يدعون الفلسفة الباطلة، إلى أن وصلنا لها عند ابن تيمية وشوف كيف عجن الجهاد وكيف عجن الدنيا عجين وهكذا. واليوم بيطلقوا علينا أن احنا إرهابيين، يعني تحول ديننا الإسلامي الحنيف وكلمة محمد رسول الله، هذه شفت الختم حق داعش محمد رسول الله، هذا يعني لما يحمل ختم الرسول عليه الصلاة والسلام يروح يقتل الناس يصلوا، هذا إسلام؟ ويذبحهم تلك الطريقة، ويذبحهم بالسكينة. ما الفرق بين يعني داعش والحوثي؟ يعني هذا كلهم يعني سلسلة فقرية، هذولا كلهم. يعني اليوم تشوف إيش الذي يحصل في العراق، يعني إيش تشتي أمريكا ولا الدول العظمى كم يموتوا في العراق عشان تقول وب للمظاهرات اللي تحصل هذه؟ يعني كم قد ماتوا 4000 ولا 5000 في العراق، ولا عاد قامس قاسم سليماني عادوا دخل يقول لا خلوها دي. يا راجل ده بيضربوهم بقنابل، الله لا وراك. ولكن مع هذا شعب العراق صامد صامد، والشعب حيغير. شوف العراق صح. الان من 2013 بحجم التضحيات سيصمد العراق وستنجح ثورته. نعم انهم حراس البوابة الشرقية، للعروبة ستنتصر العراق للعروبة طالما فيها شباب يعني شربوا من ماء دجلة والفرات وتربوا على يد صدام حسين. نعم اقولها هكذا. طيب الانجازات التي شوف احنا تعودنا في اليمن في الفترات الماضيه انه عندما تاتي مناسبه او عيد او كذا يعني تستغل لافتتاح مشاريع وكذا، يا ترى ما المشاريع التي سيحتفل بها الحوثي وما الانجازات العظيمه التي سيقدمها للناس؟ اول حاجه مقبره. يعني احسن ناس مقبره لكل حي. نعم مقبره لكل لو قالوا قبر لكل مواطن. يعني هم يعني مشكلة حتى رفعوا أسعار القبور يعني. والله قضية هذه أنا ما قد شفتش يعني شعب يحتفل بالموت وشعاره الموت، الموت لفلان، حتى لو الموت لأمريكا وهي كذبة كبيرة طبعا. الموت، اللعنة، يعني يتقي الله يا أخي، عنف لفظي يعني دلا 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 انعت سير انعت سير دلا دلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة صحيح. يعني انت هكذا بتجي تقول لي الموت، انا اقتلك، انا بندق، انا يعني طفل يعني اعتقد انه واحده من المهام الاساسيه للمسلمين انه دعوه غيرهم للاسلام واقناعهم بسماحه الاسلام. يعني يا استاذ عبد الوهاب يعني عندما يدخل هؤلاء الناس النار يعني هذا معناه انه اننا قصرنا في 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 في, في حقهم ولم ندعوهم للاسلام. لو نعرفهم بسماحه الاسلام الدعوه الاسلاميه قامت بالحب. يعني أنت لما تجي تشوف دول جنوب شرق آسيا هذه كيف أسلمت؟ أسلمت بالمعاملة، الدين المعاملة. أين كلمة الدين المعاملة مما يجري في اليمن والعراق وسوريا ولبنان والكلام هذا؟ أين كلمة الدين المعاملة؟ يعني عاملني بالتي هي أحسن، عاملك بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وكأنه ولي حميم. هكذا نقول إنه هؤلاء لابسين زي اللي قالوا اللي بسوق قميص عثمان. يعني هؤلاء لابسين الدين كذبا، جهلة، فسقة، لا يعرفون. أنا إذا كان أقسم لك بالله أن أنا أقدر أحلف أن عبد الملك الحوثي ما يركع ركعة ولا يصلي صلاة،
ومحمد الحوثي هذاك محمد الحوثي تنحى هذاك بيصلي والله ما يدخل مسجد ولا محمد عبد السلام عرف ركعه ولا لا خليك من هنا حتى سلوك ولو انه سلوك تعال شخصي. تعال في وقت الاحتفال عندما يكون في الاحتفال في الساحه العامه جاءتي وقت الصلاه يقول لهم قوموا صلوا يقول لك احنا مشغول احنا حتى العصر ما عندنا مناسبه ما حدش بيصلي صلاه العصر عندنا على انهم بيخزنوا طيب ايش المناسبه يقول لك المولد النبي طيب اللي يحب النبي يتبعه يصلي عليه يقول لك احنا بنصلي عليه يعني هم خلاص قد ما الصلاه عندهم انك تقول اللهم صل على محمد نعم اذا الميليشيا الحوثي تعلن حاله استنفار قصوى في صنعاء والمحافظات الخاضعه لسيطرتها استعدادا للنهب والفيد واستغلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يعني بصورة ربما تكون الأكثر بشاعة. تابع هذا التقرير ومن ثم نعود لهذا النقاش. تواصل الميليشيات الحوثية قتل آلاف المدنيين وتدمير اليمن وتحويل إلى مقبرة كبيرة. استخدموا كل ما هو محرم دوليا ويتعارض مع المواثيق الدولية والأعراف والتقاليد والدين. أشعلوا نيران حرب لا يفقون عنها شيئا ولا يعلمون لماذا بدأت. وزجوا بالأطفال والشباب فكانوا وقود تحترق للحفاظ على قياداتهم في مسيرتهم القرآنية. ميليشيات الحوثية تكثف من عمليات النهب والفيد المنظم لجباية الأموال مستغلة سيطرتها على المؤسسات الإيرادية وصناديقها ويفرضون رسوما على كل ما يقع بين أيديهم وتتعدد أساليب بمسميات وحيلا كثيرة لنهب المال العام والخاص أو حتى الوصول إلى جيوب الناس البسطاء. عملية فساد واسعة وتحصيل الإيرادات بشكل مخالف للدستور والقانون وممارسة الابتزاز وفرض رسوم تعسفية غير عابئة بتأثير ذلك على مصادر أرزاق الناس. اليوم صورة من صور الفساد الحوثي لاستغلال مناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي لفرض جبايات مالية غير قانونية على عدد من المراكز والمحلات التجارية والمطاعم وأصحاب البساطات في العاصمة صنعاء بذريعة دعم الاحتفال وأنزلت فرقها الميدانية المتخصصة في عدد من الشوارع الرئيسية. سلسلة الابتزازات والعمليات المشبوهة لابتزاز التجار ورجال الأعمال تنفذ عبر الحملات المسلحة الميليشياوية منذ أشهر وتطالبهم بدفع إتاوات غير قانونية تحت مبررات عدم التزامهم بالأسعار أو تسديد رسوم ما يسمى تراخيص وضرائب والواجبات ورسوم النظافة ومجهود حربي. السكان في صنعاء والمناطق المتبقية تحت سيطرة الحوثيين يعيشون ظروفا معيشية قاسية جراء مصادرة الميليشيات لرواتب الموظفين للعام الرابع على التوالي في الوقت الذي تشهد فيها العاصمة صنعاء وعدة محافظات ارتفاعا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ومواد البناء وغيرها وأجور النقل والمواصلات. أهلا بكم دكتور جلال. واحدة من أغراض هذه المناسبات التي لا تنتهي عملية الحشد والتجيش التي تتم في هذه المناسبة، يعني برأيك لماذا يعني تستغل بهذا الشكل؟ يعني شوف هقول لك، في التاريخ القريب عندما قامت الإمامة الدستورية ابن الوزير على الإمام يحيى 48 في التاريخ القديم يعني في ماذا حصل؟ يا أحمد يا جنة جاء من صعدة وقال لهم عشاكم صنعاء، فالتجيش يتم للفود. عندما تطلق أنت كلاب البادية على الحضر تلك يوم الحشر أباح لهم صنعاء، يعني عشاكم صنعاء. قال أحمد يا جنة لقبائل سنحان وخولان وبني بهلول لقبائل الطوق وغيرهم عشاكم صنعاء، تعشوا على صنعاء. على من؟ على الناس بيت الوزير وبيت الديلمي وبيت ومنهم حوذا يعني اليوم من تعشوا عليهم. ولكن سياسة الفود وتربية الفود هذه يعني تربية إيرانية تربية سلالية، يعني زي حكاية أخذ الرهائن زي يعني حكايات كثيرة من الحكايات هذه كلها وردت لنا من إيران. يا رجل ألوان العلم الإيراني هي ألوان الأخضر والأحمر والأبيض، هذا علم فارسي، العلم الفارسي نفس يعني ألوان الصرخة. نعم نفس ألوان الصرخة. فارس تتغلغل فينا. قالها الشامي زمان للملك فيصل صراحة علينا إذا لم تكن أنت، قالها قصيدة في 67 إنه إذا لم تفتح لنا بابك فقم ستفتح لنا باب إيران.
هذول خريج، هم خريجين مدارس المدارس الصفوية، يشتغلوا بالتقية، يقولون ما لا يفعلون. يعني إذا كان أمريكا اليوم يعني تسبلل أذانها لإيران يعني، فالجماعة خلاص شموا القاع جيفة على قولة اليمني، يعني نحن منتصرين ونحن ما فيش زينا ونحن شايفين نفوسهم. ولكن صدقني هي بداية الانتكاسة. يعني الآن التجيش هذا الذي بيحصل فراغ، يعني الشباب شباب في عمر الزهور، يعني أفرغوا المدارس، أفرغوا يعني حتى أصحاب البسطات تحولوا إلى مشرفين وحوثاء وكذا وكذا. اعطني وكالة لأحكمك واعطيني لقمة لأخدمك وهات لي بندق. يعني لما ينزل المشرف إلى بلد في أي قرية في أي منطقة يشل معه 10 بنادق ويلا ودا لهم من بندق بندق بندق، يلا هاتوا عيالكم بيع يعني، وعملوا لهم بعدها ردوهم بصناديق ومقابر بالرأس، بياخذوهم بالرأس هكذا. طيب مقاولة، اسمح لي ورحب بالشيخ عبد الله النهيدي، عبد الله محمد النهيدي، عضو هيئة علماء اليمن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك شيخ عبد الله، ونتحدث عن عملية جباية الأموال تحت مبرر الاحتفال بالمولد النبوي، هل هي من الدين في شيء؟ حياك الله وحيا الله المشاهدين عموما أينما كانوا، وحيا الله ضيفك الكريم في الاستديو. موضوع المولد والجباية التي يمارسها الحوثيون اليوم أو الميليشيات الحوثية التي تسلطت على رؤوس الشعب وعلى ركابهم وعلى أموالهم ودمائهم، هذه نتيجة لحكم الميليشيات الطائفية التي جاءت فقط من أجل مشروع النهب والسلب. المولد ذاته يتكلم العلماء في مشروعيته، في مشروع ذات المولد، فإنه لم ينشأ الاحتفال بالمولد سوى في القرن الخامس الهجري، بمعنى أنها مرة 3 أو 4 أو 5 قرون من الإسلام ولا يوجد شيء اسمه المولد. أما بالنسبة لأخذ جبايات من الناس ومن البسطاء وإرهاق الناس وأكل أموالهم، فهذا من أكل أموال الناس بالباطل ومن الجبايات التي تمارسها هذه الميليشيات الغوغائية، التي أصلا تعودت على تاريخها القديم والحديث على نهب أموال الناس وعلى سرقتهم وعلى أخذ أموالهم بأي حق يأخذون من أناس حرموهم من معاشاتهم، حرموهم من العمل، حرموهم من الوظيفة، زجوا بهم في معارك عبثية وفي جبهات إلى المحارك، ثم جاءوا اليوم لينتزعوا اللقمة من أفواههم. خذ على سبيل المثال هذه الميليشيات تصادر أموال الإغاثة بشهادات الأمم المتحدة، ليست بشهادتي أنا ولا بكلام الشرعية ولا بكلام التحالف، منظمة الأمم المتحدة تصدر تقريرا قبل شهر أن الميليشيات تصادر الإغاثة المقررة لمن هم في عوز وفي تحت خط الفقر والذين لا دخل لديهم ومصدر قوتهم وبقائهم على قيد الحياة، هي هذه الإعانات تصادرها الميليشيات وتبيعها في السوق السوداء إما لصالح البطون المضخمة وإما ما يسمونه بالمجهود الحربي. ثم يأتون اليوم يلزمون الناس بنفس طائفي أن يدفعوا من أموالهم ويغيروا عقائدهم بأموالهم هم. جاءت أخبار كثيرة تتكلم عن فرض إتاوات، عن بسطة في الشارع، عن بائع خضار، عن أمور يعني حتى لا تمس إلى أخلاق العرب، إلى المروءة، أما الدين الإسلامي فهم منه بعيد وبراء. فهذه الإتاوات التي يفرضونها لم هي من أكل أموال الناس بالباطل، ولم يأتي بها ما يؤيدها لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا ولا قانونا، ولا يأتي في أي حكومة في العالم أن تفرض على الناس شيئا عندما بالقوة ثم تفرض عليهم أيضا تمويله. إذن هذه المناسبات تستغل سياسيا لأغراض أخرى، تقصد يعني اليوم نتحدث عن عملية تجيش وتحشيد في هذه المناسبة، نتحدث عن عمليات جمع أموال بالباطل وبأرقام كبيرة، يتحدثون عن 65 مليار يعني سيتم جمعها في هذه المناسبة، وأغلبها تذهب لبطونهم هم. يعني هي عملية نهب، عملية سرقة
من شذاذ العافات. ما الذي سيستفيد منها النبي من هذه الأموال؟ أو يستفيد تشويه الإسلام فقط، وعندما ينظر الغرب أو الشرق أو غير المسلمين إلى هذه الطقوس وإلى هذه، لن يكون هناك أي دافع للنظر إلى الإسلام كدين رحمة، كدين عالمي، كدين مساواة، كدين اقتناع عقلي. أما هذه هي نوع من تشويه الإسلام، وهذه جاءت أيضا بدافع الجشع الشخصي أكثر منه يعني هل الذين يأخذون هذه الأموال يكنزونها لأنفسهم هم. نعم. هل من دلالات شيخنا الاحتفال عندما يتم الاحتفال بهذه المناسبة وعلى هذه الطريقة وعلى هذا النحو ويتم رفع صور حسين الحوثي وعبد الملك الحوثي، يعني ما الدلالة ونحن نحتفل بالمولد النبوي؟ الدلالة هي الربط السلالي أصلاً. يقولون أن هذا نحتفل بالمولد النبوي، وأن هذا هو جدنا الذي لا ينبغي أن يحكمكم إلا نحن، لأن لنا صلة نسب وسلالة به. وهذا أيضا أصلا ليس من الإسلام في شيء، وتعباه العقول وتعباه الفطرة السليمة أن يحول الدين إلى مصانع شخصية وإلى فرض رؤى وأفكار شخصية سلالية كحنوفية تأتي من أجل أن يقول مالك هو مالنا، نأخذ منه ما شئنا، حكمك لابد أن يكون فينا، حياتك مرهونة بنا، دمك لابد أن يسفك من أجل الحفاظ علينا أو من أجل حمايتنا. هذه يعني أعرت الكهنوتيات في الأرض قصرت عن الوصول إلى مثل هذه الممارسات الكهنوتية السلالية. يعني أعطني وكالة لأحكمك. هل الخطاب الديني عاجز عن مواجهة فكر الحوثي، أم أن الأمور بالداخل تحت سيطرة الحوثي أصبحت اليوم في وضع لا تحسد عليه، لا يمكن السماح بظهور أي صوت معارض؟ نعم هم يحكمون بالحديد والنار، ولا يوجد أحد يستطيع أن يعارضهم، ولو ترك الأمر بينهم أو بين الناس وبين هذه الطقوس لم يأتي معهم أحد. وانظر إلى بعض المناطق التي تحرر، كيف يحتفل الناس أشد من احتفالهم بالعيد ومن أشد الاحتفالات والفرح بخلاصهم من هذه الميليشيات. بل حتى الذين ساعدوهم في يوم من الأيام صاروا أكثر عرضة للابتزاز منهم. وهؤلاء يعني جاءوا من خارج التاريخ، من خارج الجغرافيا اطلاقا، ليسوا ممن عاش في القرن 21 عيشة سوية، فنظر ما عند الناس، نظر إلى العالم، إلى حقوق الإنسان، إلى مسائل الإقناع، لا ينظرون إليها على أنها كل شيء ممكن أن ينفذ بالبندقية. لا يوجد خطيب يستطيع أن يعترض عليهم في البيضاء أو في الحديدة أو في صنعاء أو في الحل هو حتم العسكري، الحل هو توحيد الجهود لكل فصائل الشرعية ولكل من يناوئ الحوثي، ثم نجلس على طاولة واحدة لنقرر أن عدو اليمن بل عدو العرب اليوم كلهم هو هذا الفكر الطائفي من لبنان. أي فكر متطرف إلى سوريا، أي فكر متطرف ومتمترس حول فكرة مذهبية أو فكر سياسي، بينهم وبين جميع الفصائل المتطرفة زواج وسفاح غير شرعي. هم يتفقون مع القاعدة، يتبادلون الأسرى مع داعش، تتمثل داعش في ظل حمايتهم. لا يوجد شيء اسمه عندهم مثلا مبادئ، لا توجد مبادئ بل توجد مصالح في الأخير. كلها شعارات زائفة وكلها مصالح. وإذا تفكرت أن هذه المصالح تتكلف حتى تصل إلى بطونهم الشخصية، عماراتهم، سياراتهم الفارهة، عماراتهم الشامخة، اغتناءهم السريع في ظل حكم هذه الأزمة، كله مما امتصوه من دماء الشعب ومن أموال الشعب الفقير المسكين الذي حرموه كذلك حتى الإغاثة التي تأتي من الأمم المتحدة. أشكرك جزيل الشكر. عن توقيف 4 سنوات لرواتب الموظفين في كل قطاعات الدولة. نعم. أشكرك جزيل الشكر شيخ عبد الله النهيدي، عضو جمعية علماء اليمن، كنت معي عبر الهاتف. أعود إليك دكتور جلال، والحديث له ذو شجون كثيرة، يعني ربما فضيلة الشيخ وضح الكثير من القضايا ما يتعلق بالدين وكيف يجب الاحتفال بالمولد النبوي. نعتقد أنه تعلمنا في صغرنا أنه من يحب النبي يتبعه. نعم، من يحب النبي يصلي عليه.
ويتبعه. طيب والأهم من ذلك ليس يجب ليس القول اللفظي والاتباع. نعم. يعني كان مجرد انه الشخص فقط يصلي على النبي ولا يتبعه ولا ما فائدة. نعم. هو الجدير بالذكر ان الأستاذ اشار الى ان حكاية الاحتفال بالمولد النبوي زي ما قلت لك في بداية الكلام او في بداية اللقاء انه لم يكن هناك احتفالا بالمفهوم الحديث هذا الذي نشوفه على يعني على الواقع. كان الاحتفال بالنبي باتباع سيرته بذكر بقراءة القرآن بكذا وكذا، لكن من المئة الخامسة من بعد أن يعني تردى الإسلام قليلا ودخل فيه الفرس والصفر والزرق والإسرائيليات هو ابتدأ يعني الجنوح إلى الشكل ونسيان المضمون. يعني عندما ننظر إلى الإسلام اليوم يعني ركزوا على التريهات، ركزوا على يعني أقل الأشياء الذي جاءت في الإسلام أهمية وتركوا الزبد، تركوا يعني كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام ما لو تمسكتم به، ما لو تمسكتم به يعني خلاص لو ما إن تمسكتم به فلن تضل فلن تضلوا بعد. نعم. أبدا. يعني القرآن كتاب الله كدستور الله. للمسلمين يكفي. وأنا أقول إنه لو نظرنا إلى القرآن، لو قرأنا القرآن، أنا على ثقة أن هؤلاء الذين يحكمون اليوم في صنعاء وبغداد ولبنان وغيرها ودمشق لا يفقهون من القرآن شيئا، لا يفقهون من الإسلام شيئا. نعم. هؤلاء عبارة عن مجموعة سرق، مجموعة لا يعرفون إلا فاقتلوهم. نعم. حيث ثقفتموهم هذا فقط يعني ما عرفوه القتل ثم القتل، يعني زي ما قلت في بداية الكلام الموت، فالموت عندهم أرخص شيء. يعني لهذا نقول إنه ما يحصل في صنعاء باطل وما بني على باطل فهو باطل، وأيد ذلك الأخ الشيخ. نعم. العزيز مشكورا. اسمح لي أرحب أيضا بالأستاذ محمد المقرمي رئيس مركز الدراسات والإعلام الإنساني. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور. يعني فرض الخمس على الناس وفرض الأموال والجبايات على الزروع والسكن والمحلات، من أين يأتي الحوثيون بهذا التجبر؟ هذه هي سياسة الحوثيين منذ زمن، واستخدامهم لهذه المناسبات هو توظيف سياسي لا أقل ولا أكثر، ليس حبا في رسول الله بقدر ما كما يدعون، ولكن توظيف سياسي واستغلال لحب اليمنيين للرسول صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يوظفوا حضورهم لكي يقدموا رسائل سياسية للعالم بتواجدهم وبحجمهم. والحقيقة فهم بعيدين كل البعد عن تعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم. يفترض في إحياء ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتم إحياء هذه الذكرى بتعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمساواة، بحفظ حقوق الناس وليس بابتزازهم، وأخذ الإتاوات من أجل الذهاب بها إلى الجبهات وتوظيفها لأعمال سياسية تخدم مصالحهم. نعم. أستاذ محمد، هل تتوقع أن تتراجع لهجة الحوثي بسبب أزمات إيران أم أنه سيصعد أكثر؟ الحوثي يبحث عن حلول ويبحث عن مخارج سياسية، هو أثبت أنه يدا أو ذراعا لأذرع إيران، وإلا مصلحته أن يحفظ ما تبقى وأن يبحث عن حلول سياسية لكي ينقذ أتباعه وينخرط في العملية السياسية، بدلا من هذا العناد الذي لن يدفعه إلا مزيد من الخسارة والدمار على المدنيين وعلى أتباعهم المتضررين. طيب ما الانعكاسات التي أدت إليها هذه الإتاوات غير القانونية التي يتم فرضها من قبل الحوثي، انعكاساتها على الواقع المجتمعي وعلى معيشة الناس وعلى أحوالهم؟ انعكاسات أكيد بالتأكيد ضعفت المأساة الإنسانية. اليمنيون هناك أكثر من 20 مليون مدني يمني بحاجة لمساعدات إنسانية، ويعتمدون اعتمادا كليا على هذه المساعدات من أجل سد رمق الحياة واستمرار العيش بسبب الحرب التي فرضت هذه الميليشيات، ويفترض أن لا يحملوا فوق طاقتهم. العديد من التجار خرجوا وغادروا صنعاء بسبب هذه المبالغ التي تفرض عليهم، العديد من رؤوس الأموال غادرت وتركت اليمن، وفاقمت المأساة الإنسانية وتوقفت العديد من المؤسسات الخاصة والمصانع والشركات الخاصة بسبب السياسات الحوثية التي تمارس ضدهم والابتزاز المستمر وفرض الإتاوات عليهم أمام كل مناسبة وبشكل شهري أيضا.
هذا ينعكس سلبا بالتأكيد على المدنيين الذين لا حول لهم ولا قوة. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد المقلمي رئيس مركز الدراسات والإعلام الإنساني على هذه المداخلة. إذن نكاد نصل إلى نهاية الوقت، لكن في الأخير يعني هل تؤمن هذه الميليشيا بأنه ما يحصل اليوم في العالم قد ينعكس عليها في يوم من الأيام؟ مثلا ما يتعلق بإيران، اليوم هناك ثورة في الدول العربية التي كانت تعاني من النفوذ الإيراني، اليوم هناك ثورة ضد النفوذ الإيراني وتقليص النفوذ الإيراني. أيضا هناك على مستوى العالم هناك ضغوط كبيرة لمزيد من العقوبات على إيران، وهي بالتالي تنعكس على الشعب الإيراني. هل يؤمنون أو هل يدركون بأنه قد تنقلب ال... والله شوف يا سيدي، بقول لك أنا يعني لو سألنا أنفسنا من أين أتى هؤلاء الناس بهذا التجبر وهذه الهمجية اللا يعني اللا منطقية، يعني كل هذا أتى من القفز على الثوابت، أتى من المجتمع نفسه. أنت لو بحثت فيما حصل وفي البدايات وفي كيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه، ستجد أنه نقاط الضعف كلها هي ترتكز في بعض عناصر المجتمع أو بعض القائمين عليه، مما أدى إلى ما وصل يعني ما وصلنا إليه. يعني قفز على الثوابت، نحن قفزنا على ثوابتنا، قفزنا على معتقداتنا، قفزنا على تاريخنا وعلى جغرافيتنا. عندما همشنا دور مشايخنا الكبار، عندما همشنا دور علماءنا، عندما همشنا دور يعني الأتقياء والأنقياء، حصل الذي حصل وتسلط علينا الجهلاء وأتوا بما لم نكن نعرفه من قم، من أشياء خضراء وحمراء وسوداء وبيضاء. ولكن أنا بقول إنه العالم مش ساكت، وفي ظل يمكن الإدارة الأمريكية التي لا نعرف رأسها من رجلها وما هي مصلحتها في ذا، لأن ما يحصل في المنطقة الآن الشعوب لن تسكت، لأن الشعوب معروف إنه مهما كان ومهما تجبر ومهما تغول الحاكم والزنديق والكذاب، لا بد أن يأتي يوما للحقيقة ولا بد للشمس أن تسطع. فالأكيد بكرة حيطلع النهار، لا بد أن يطلع النهار غدا، لا بد أن يبزغ الفجر، وستنتهي كل هذه المظالم وكل هذه الهمجية وكل هذا الجهل، الجهل ثم الجهل ثم الجهل. هو الذي ستسبب في إعطني وكالة لأحكمك، وهذا اللي حصل في اليمن. ولكن نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعني التوفيق لليمن، لأنه اليمن يمن الحكمة والإيمان يماني والحكمة يمانية، ولا شك سينتصر اليمن. بما أنه تتكاتف جهود الناس الأحرار، نعم، لابد هذا الوطن ويتخلصوا من كل الارتباطات، من كل الالتزامات الحزبية أو السياسية أو المناطقية أو المذهبية. البلد تحتاج إلى جهود أكبر مننا جميعا لكي يصلح حال هذه البلد. إذا لم تصلح نوايانا وأعمالنا فلن يصلح حال البلد. وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. في الختام لا يسعني إلا أن أشكرك جزيل الشكر دكتور جلال الأغبري الخبير القانوني، كنت ضيفا عزيزا في هذا اللقاء. شكرا لكل التحليلات القيمة التي قدمتها في حلقة اليوم. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. ألقاكم في حلقات قادمة، إلى اللقاء.